الآن اللعبة الأخيرة يا شباب عشان نرجع نسولف مع بعض، تمام؟ عارفين لعبة التوجيه. اليوم مودنا نسولف مع بعض، تمام؟ مجدي تديها مجدي وتقول اسم ثاني غير مجدي وليد. هي حلوة، هذه حلوة. هذه لا تربك. تديها مجدي وتقول اسم ثاني غير مجدي وليد. يعني مثلا قاسم. قاسم. يا وليد وليد. اوكي. وليد. تديها قاسم وتقول اسم ثاني. بتوزع أحسن هذه. تمام؟ يلا. يلا تعال. يلا. عادي أعطي واحد جنبي؟ لا. ايش بالمايك؟ لازم تبعد. عندك يعني أعطيها واحد وأقول اسم غير. أيوه. مثلا غافل. سامي. ها غافل. غافل. اديها. اوه هنا. صح صح. هنا وشكه عبد الرحمن. ها هنا. ياسر. ها. قل اسم. قول اسم. قول اسم. ها. مين ها؟ ما ادري. من ها؟ يا اخوان. اخر. عباس. اخر واحد حيبقى. اصبر اصبر. ركزوا. ده مثلا وليد بصالح. خلاص ركزوا. كذا. قال غافل. اعطى متعب. متعب يعطي الغافل يقول زول ثاني. فهمتوا فكرة؟ والله اتكلم جد عباس بالمسابقه دقيقه عباس صعبها شوي عليه تمام شوف شوف اخر واحد حيربح ثلاث وجبات لتفطير صائمين ثلاث وجبات يا شباب ثلاث وجبات جاهزين تعجي اللي حيغلط حيطلع برا ما في اي برا الكره الغلط تسامح ما في اي تسامح اتفقنا هاني مقبل مجدي برا قلت لك في هاني عشان شرحت لك عباس والله انت اللي لخبطتني انا والله شرحت لك والله وليد والله معلم ما فهمت اعطي هاني قول غيره اذا غلطت عندك مشكله انت حتعد لنا كلنا هل نعرف عنه ما فهم ايوه لا 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 برا انا قلت ايوه يا عبد الرحمن الله انك ارجل واحد انا نعفو عنه لسبب رفع السقف نعفو عنه لسبب ايوه لا بيكسر برضه انا عارف فنعفو عنه نمشيها والله يا ولد انا عبد الرحمن الله يسعد عبد الرحمن جاب الهندية لا بسم الله توكلنا على الله انا مبسوط والله قهر انا مبسوط يستاهل عبد الرحمن والله بلخبط لا يجيب لا تديني اول واحد يا اخي انت ايش بك ماشي حلو صعوبات التعلم خلها الى يوم عاشر ماشي يعني بن قاسم العشر الاوائل شوف برضك شوف شكلك عشان يفكر ياسر ها خد قول يا ياسر غافل ها عباس ها عباس ها عباس سامي ايوه متعب هاني تفضل والله طلع بريد اكثر مني عطاني اهلي جزوي الله ابعد عني يا اخي كل غير متعب جنب قاعد انت بتبقى جالس في كرسي واحد راك من هاي لبس حمد تفضل خذ يا شيخ والله تفضل والله انك بريد اكثر مني يعني تفضل يعني شوف ما قلت اسم عباس زينو يا عم البطر دخل كان قلت لي تفضل قلت اسم تمام الان قوطه قوطه هذا اسمه قوطه قوطه ابو عمر بعد ما سلمها شباب قوطه اثنين تمام مين قوطه قوطه 2 اسمي قوطه لا لا خيار خيار صلي على النبي انا ما اعرف ايش قاعد انتبه مع عباس خيار 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 قوطه خيار ايش يعني هذا يعني اللي حينادك ما يقول انت خيار يلا مو مشكله بسم الله الرحمن الرحيم كويس بدال الخيار خيار مفرد الحمد لله خياره بسم الله الرحمن الرحيم ابو عمر خلينا على خيار والله ناقص صحن بس طيب اخر معانا عباس خياره مهاني بن قاسم برا والله خلصنا برا من الباب هنا ولا اشوفه خلي مكان اقول لك شيء ولا اشوفه خليه هنا خليه هنا احنا شيء اقول لك شيء برا لعبتك برا تعبان برا يا وليد خليه هنا وليد خليه هنا شكرا على اللعبه حلوه والله يا وليد لا يطلع برا خليه هنا عشان تلخبط لا يطلع برا هذا جزاتك يوم انك تبي تطلع عبد الرحمن والله انك رجال يا ابو علي هذا جزاتك كابو انت والله تاج راس برا واحد من اولاد فريقك هذا اذا جينا مسابقات هناك حنا كلنا فريق واحد الان احسنت اقم ها قوطه جرجير مسابقه برا هذا جزاتك يوم انك تتريق على مجدي بلعب يلا قوطه برا
طلع. انا قوطه قدامك برا قوطه. يلا معقول سمى يا وليد ايش شعثه شعثه خلصه واحده شعثه الله اشعث وشعث قاعد افكر اشعث الله من الايمان ايش قلنا شمندر شمندر عنده قوطه هو شمندر ذره ذره كوز ذره كوز ذره ذره خلينا نركز الحين لحظه من 100 اسم كوز ذره 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 يلا بسم الله الرحمن الرحيم اشعث يلا قوطه هاني يا سامي هذا كابونية باشا 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 حلو ذرة باشا ها غافل حبس عقله شعثة غافل ليه غافل ها قلت لك غافل قلت لك غافل دقيقة حاس والله ليش ارجع ليش قلت له غافل ايوه برا هاني هاني يطلع برا من الباب من الباب ده يا عباس ارجع لوضعك الطبيعي عباس الزق في الجدار والله اللعبه يا اخي متعبه انا شعثة قوطه ذوره القدم يا ربي يا حبيبي دباب ابو اربع كفرين ذوره يا اخي قوطه والله في محبات يا اخي ذره غافل قال لك ذره ها قال لك هذا وش ذا هو متعب كذا يصير خلاص صح اخر ثلاثه فايزين يلا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا وليد العب الله عليك جدا. الله عليك يعطيكم العافيه نريح شويه ما له الا قايدها يا ابو احترني يا ولد من اللي فاز اي والله احترني هذا الخبر كيف عنده ظروف الرجال حسبه ابو وش قدين مبروك 1 2 3 4 5 6 7 8 تعالوا يا شباب في تحدي القوطه الطيبه